مرحبا، حلقة جديدة مطلفي عليكم لليوم من بي ماي جيست. اليوم ضيفنا خليل ناصر من لوجودي ديزير، تنحكي أكثر عن مهرجانات صيف 2019 بلبنان، ونحكي عن المونة، ونحكي شوي عن هالمزارعين يلي بالجبال من بعد ما شتت هالدنيا وعملت كذا زخة برد. راح الموسم وعن جد راحت المونة، خاصة أهالينا يلي بمنطقة بشري. أهلا وسهلا فيك خليل. أهلا رنا، كيفنا؟ الحمد لله. اسم الله عليك، يعني بدي أقول لك تفضل تنصور حلقة، بدلك مشغول وبمهرجان وبي يعني بتعرف أنت. هلأ بلشنا من آخر أيار تقريبا بلش الموسم عنا، وغير قصة المهرجانات بلشنا بالمونة يعني مثل ما بتعرف. لا هلا طلع الكراز، بلشنا نعمل شطني الكراز، مربى الكراز. في عندك المربيات اللي مش بموسمها، يعني مثل الجزر، عملنا مربى الجزر الجمعه الماضيه. ما جبت لنا معك اليوم مربى يلا الجزر. جمعه الجاي بدي مش جمعه الجاي بالفستيفال بدي بالفستيفال انا بالفستيفال بخش 2-3 كيلو، لانه اذا انا عم امرق على ستاندات كل محل بكون عامل اشياء طيبه ودقت من عند غيري، عندي بتدوقي وبتعلقي بس تاكلي شيء صحي وخفيف بالكالوري وكل شيء تمام. طلع طيب مربى الجزر؟ ايه مش اول سنه بعمل مربى الجزر، يمكن السنه الماضيه خبرتك او ما اخذ. ما حكينا. كل المربى ليكي كل شيء اسمه فواكه وشوي من الخضره بينعمل مربى. اوكي، يعني مربى البندوره، مربى الجزر، مربى البصل. السنه الماضيه دقنا شيء، ما بعرف اذا مربى البصل. مربى البصل تذكر شيء؟ كنا تحت بالبيال. بالبيال مربى البصل ودقنا مربى العرق، كنت بوقتها عامل مربى العرق اذا بتتذكري. لا ما دقته. ما دقتي؟ خلص نرجع مربى العرق. يعني مركز على الاشياء المالحه، مشان هيك مربى العرق او الجزر او ليكي كل العالم تعمل مربيات. استعمل مربى التفاح، مربى الكلاسيك. مزبوط. انا لا قررت اني اعمل شيء غير الموجود بالسوق. وفي اشياء معروفه برا، يعني اللي مسافر وعايش برا بيعرف انه في مثلا مربى البندوره، بيعرف انه في مربى البصل. يعني ما عم بخترع اشياء انا هيك موجوده، بس مش معودين هون بالمجتمع. المطبخ تبعنا مش معود على هيك طعمات. صحيح. كيف الاصداء عم تكون ليك؟ كل شيء بيعملوا لوجود وديزير طيب. الحمد لله. ليك اصداء، في ناس بتستغرب، في ناس بتقول لك لا حابب بجرب شيء جديد يعني. ولما بتعطيهم مع شو بدهم يتاكلوا هون ساعتها ايه بيتغيروا وبيقتنعوا بالطعمه وبالفكره كلها سوا. يعني ما حدا كان يقول انه طيب البطيخ مع الجبنه، هلا اطيب ساندويش جبنه، اطيب ساندويش ساندويش جبنه بيضاء مع قطعه بطيخ غير شكل مجلده. بعتقد انه اليوم كثير من الناس عرفوا انه بكل الجبال بلبنان صار في كارثه طبيعيه. حلو. عن جد ومأساة لكل المزارعين، مش بس عنا بمنطقه الشمال. انا شفتها لانه كنت بتعنايل كمان للمزرعه. خبرنا شوي. يعني الله يساعدهم هالمزارعين، ما بكفيهم شو عندهم مصايب وعدم تصريف للمنتوجات تبعهم. نحن الأربعة خميس جمعة بتعنايل كان في شتاء بطريقة مهولة ما شفناها قبل. غير الشتاء في البرد، يعني حبة البرد نزلت كثير كبير، هي اللي أذيت المزروعات. يعني هلأ طلعت صرختهم، بس ما بعرف إذا الدولة رح توقف حدهم. إن شاء الله. يعني شاء الله على أمل أنه يوقفوا حدهم لأنه أكلوها مزبوط. يعني هلأ كان بدهم بعد جمعة جمعتين ببلشوا يشيلوا المحصول تبعهم. هيدا كله راح. خلينا نقول مش بس تفاح ونجاس وخوخ وكرز، عم نحكي اليوم بندورة، خيار، الكوسة، الدرة. هالناس اللي بتزرع بأرضها ويلي بتعمل كومبوت من هالأنواع، بتعمل كبيس، بتعمل مثلا بتكبس كوسة، يعني حتى أو ورق جماعة عنب المبيض أكلوها، لأنه العنب بده بعد يمكن شي جمعتين ثلاثة لبلشوا ينقطف ولا يبلشوا يشتغلوا الموسم تبعهم. هيدا كله راح صوب. عم بحكي على صوب البقاع. هلا ما عرفت شو صار بالشمال، قالوا لي أنه بالشمال أكلوها كمان. ما بقى في تفاحة عن جد، حرام. ان شاء الله الدولة عن جد شوي هيك تحس مع المزارعين اكثر، خاصة يلي بيعيشوا من وراء هالزراعة. ورح ننتقل نحن وياك نعمل جولة بلبنان مع الفستيفالات يلي رح تكونوا فيها. الفستيفالات السنة متلية مثل كل سنة. في بعض البلديات وقفت مهرجاناتها لانه خف شو بقولوا الدعم تبعها، وفي بلديات لا بعدها ماشيه بالفستيفالات. يعني مثلا نحن هيدا الاحد في بحمانه مهرجان الكرز،
مهرجان كتير حلو، بدعي كل العالم يطلعوا ويحضروا المهرجان لأنه عن جد شيء هيك على الكويات تبعية الكرز كتير حلو الفكرة. العالم اللي عارضة لوكال بروديوسرز بيكون مرق المهرجان، بيكون مرق المهرجان لكن كان لازم نحكي فيها قبل، كان لازم نحكي عن غير المهرجان. ناكست ناكست عنا نحن بتعنايل ببيت المزارع كل سبت وأحد، كل سبت وأحد بيت المزارع موجود بتعنايل. في عنا هلا بيخلص هيدا الشهر، الشهر الجاي بنبلش ب بيخلص هيدا الشهر بعيد ميلادي. لحظه شوي هيك بيقطع لا ما نحتفل فيه لكن هو بالاستوديو مثل العاده مثل العاده. اوكي الشهر الجاي في المهرجانات اللي بتبلش تقريبا الانترناشنال فيستيفالز مثل الارز مثل السور مثل صيدا، هو اللي كمان في ناس بيكونوا متواجدين فيهم نحن عم بحكي كعارضين يعني كبروديوسرز، وفي ناس لا بيكون بس المهرجان بس فني. خلينا نقول مهرجانات الأرز السنة بارانتيز رح تكون من أجمل المهرجانات، خاصة أنه أندريا بوتشيلي رح يكون بالسانسيت بالأرز على الساعة 6:30 رح تبلش الحفلة، وأنا كثير مبسوطة أنه بعتقد هي أحلى كادو عيد ميلادي لأنه أنا فانتريت هو فانت نف رح يكون عم بغني. وبنوجه تحية للنائب ستريدا جعجعي اللي عطول 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 يعني هيك بتكون كتير حريصة على أدق التفاصيل حتى يكون مهرجان ناجح. وبـ 13 تموز أكيد أندريا بوتشيلي سولد أوت، بـ 13 تموز ليلي عبالهم يضحكوا عنا كمان نخبة من الكوميديانز بلبنان رح يكونوا بالأرز كمان عم يضحكونا وعم بيسلونا. اسم الإيفنت سمايل لبنان وكمان رح يكون كتير حلو رح يكون موجودين أصلاً مشهود لقلهم منظمي مهرجانات الأرز لأنه عم بيكون من أهم المهرجانات بلبنان وعم بيكون هالقد فخم وويل أورجنايزد يعني ما في ولا غلطة ولا شيء أبداً. أنا شهدت مشروحة ما فينا أحنا عنا لا أنا رح أقول لأنه أنا بنظم مهرجانات وبعرف يعني بقدر أي من المهرجان كيف عم يشتغل ولا لا. مهرجان كتير حلو ويعطيهم ألف عافية. صحيح لكل العاملين. من بعد مهرجانات الأرز رح نكون بالفلاور فيستيفال لحسن نعم 26-27-28 جولاي. من بعد بدأ كل المشاهدين تيكونوا معنا كل سنة إيفنت كتير حلو مثل كل سنة. هالضيعة يلي بتعلى تقريبا شي 1450 رح تكون مكللة بين الأراميد والحجر القديم بشماسة ملونة حلوة هيك مرصعة بكم زهرة مثل كل سنة مع ستاندات حلوين. وأنا ناطرتكم فوق بجمعة سبت أحد 26-27-28 تموز 2019. أنا كمان رح أكون فوق خلص صرت من الناس من بعد الفلاور فيستيفال رح نكون بجزين بعيد السيدة ومن بعدها رح انتقل ارجع على طول بتعنايل ما رح نقفي تعنايل ابدا لانه نحن متواجدين كل سبت واحد بذكر العالم. خليل حسيت خفت السنه المهرجانات عن السنه الماضيه؟ ايه خفت تقريبا شي 40% لانه كنا عم نقول بالاساس انه في معارض في بلديات خفت التمويل تبعها وفي بلديات ضلت تلاقي تمويل وتصريف انه تقدر تعمل هالمهرجانات اللي عم تنعمل كل سنه. صحيح الناس بحاجه انه هيك تنفس، بحاجه انه تتنفس، بحاجه تطلع على جبال. انا بشجع كل بلديات اللي برات الساحل يعني كل ما نطلع على الجبل كل ما نكون احسن، الهواء انقى هواء انضف. بكفي هون اللي عم نشوفه ببيروت يعني شيء تعتير الهواء، الاولاد تلعب بالطبيعه تلعب بالتراب على يعني الشجر هيدا الحلو، بينما انه زندلنا ببيروت ما لها طعمة ابدا. صحيح 100%. خلينا نقول انه هيدي الصيفيه ان شاء الله بتكون صيفيه خير لكل الناس ان شاء الله، وبتكون هيك صيفيه حلوه تتسلوا فيها مع اولادكم واصحابكم وعيالكم، تستفيدوا من كل وقت حلو بالحياه. اليوم موجودين يمكن بكره ما نكون، فاستفيدوا قد ما فيكم. واكيد انا رح استفيد بوجود خليل معنا بهالحلقه تيعطينا كم رسات للصيف. يلا كانت خلصت الحلقه لا ابدا جيبوا لنا وانا انا عامل وتفضلوا تناخذ كم رسات حلوه هلا للصيفيه هيك تكون فريش تكون مسقعه لكن تكون. كنت بعدنا عم بخبره لك لسه جوا انه عملت اول امبارح جاتو مع الكاستر والجيلو كثير فريشيسان كثير طيب، وبنصح الكل وبنصح كل العالم تعمل هالروسات بدا شويه وقت بس كثير طيب وهيك بينعش مثل ما بيقولوا. يلا تفضل
رح اعطي نرجع لسلك الجاتو العاده اللي هي البات للي يلي ما بيعرفها. اوكي. اربع بيض. اوكي. اثنين سكر او كبايه ونص سكر لانه انا ما بحياتي حطيت اثنين، بس في ناس بحبوا الحلو ف يا اثنين او كبايه ونص سكر، كبايتين طحين. اوكي. ملعقه فانيلا. اوكي. ثلاث ارباع كبايه زيت. وثلاثة بيكنج باودر. بس قول بيكنج باودر بتذكر هالجاتو اللي فرط. اوكي. رفخ كثير وقشط. اوكي. وكباية حليب. اوكي. من بعدها نخفقهم. نخفقهم ونخبزهم على درجة حرارة 180. نخفق كل الجاتو. اوكي. يس نخفقه كله. عندي وقت 40 مينوت. 40 مينوت لل 45 مينوت حسب الفرن على طول. برجع بذكر بدك تشكي شوكة او كيردون لنشوف اذا طلعت ناشفة يعني خلص الجاتو. منشيله منقصه اثنين. اوكي. ونتركه ليبرد. اوكي. بهيدا الوقت بنكون طبخنا طنجرة كاستر. اوكي. فينا نعملها او شوكولا وفينا نعملها سادة. اوكي. بس يبرد الجاتو مزبوط بنمسكه بفوقه الكاستر. هو سخن؟ هو سخن. اوكي. وبنحطه بالبراد. اوكي حلو. بيبرد منشيل الطبقة، منشيل الجاتو يعني صار في عنا طبقة صار عنا طبقة جاتو كاستر. طبقة كاستر بردو، منحط الطبقة الثالثة اللي هي جاتو كمان. ايه اخر ما هي قصينا جاتو شقفتين. يعني عميلة واحدة منحط كاستر. عميلة واحدة. لا عميلة واحدة. بعدين بنكون عملنا الجيلو. هلا اخر طبقه من يعني ثاني طبقه من الجاتو هيك بنقرها شوي مثل ما بيقولوا ومسكوا بالكاستر بنسلق بالجيلو فوقها. فوق الجاتو. فوق الجاتو بنرجع بنفوته على البراد. هو سخن. هو سخن ما بيتش. ابدا ابدا لانه عندك الجاتو منه سخن صار بارد. اوكي. سو انت بعدين الجيلو قد ايه عم بتكون حرارته؟ عم بتكون تقريبا 45 لل 50 درجه. ايه. يعني منه كتير سخن. اوكي. بيعمل كوش روج. بيعمل كوش روج من فوق وبنحطه ليسقع كله سوا ساعتها بالبراد. اوكي. بعدين بنشيله بنحط كريم فريش او كريم شانتيه او اذا بدك تتركيه مثل ما هو. كتير طيب. فينا نحط فواكه، فينا بس نكون حاطين الكاستر، في ناس يحطوا بسكويت بقلبه او مكسرات يعني. كل واحد بيصير يحشيه مثل ما هو بحب. انا بحبه هيك ساده حتى على الجيلو، ما بحب انا لا الموز ولا التفاح ولا شيء ابدا، بحبه ساده. كريم شانتيه من فوق وبقص وباكل. والف صحتين. والف صحتين. في شي روسات تانية للجوسز مثلا هيك تعطينا اياها؟ للجوسز ايه رح اعطيكي روسات كثير طيبه. يعني هي هلا رح جربها لانه شو بنكون؟ ليموناد. كل العالم بتعرف تعمل ليموناد. اكيد. ما نبرش بقلبها شويه جينجر، فريش جينجر لازم تكون. وندق له شوية مونت. اوكي. فقط لا غير. حلو. حطيهم، ما بدك تشربيهم نفس النهار، من ثاني نهار بدك تشربيهم. ديتوكس يعني. ديتوكس. على الحل. بس هي رفريشيسانت بطريقة مش طبيعية. كثير ناس بتعمل ليموناد خالصة وكثير ناس بتنقع الحامض، أنت أي طريقة بتعمل؟ لا أنا بنقع. خلينا نعطيها. اوكي، بنقص الحامض. كيلو حامض. اوكي. يلا بدها تقريبا شي 700 جرام سكر. اوكي. انا بحبها شوي حامضه زياده. هلا الحامض فيك تشوف اذا كان منه كتير حامض يعني الحموضه الاسيديتي تبعته منها عاليه. بتنقص سكر، واذا لقيتيها كتير عاليه بتزيد سكر حسب انت شو بتحبه. اوكي. انا الحامض بغسلها مزبوط وبقطعها اربعه. اوكي. وبفركها بالسكر. اوكي. وببيتها لتاني نهار. تاني نهار بزيد المي وبخفقها. قد ايه مي؟ كل كيلو حامض بده لترين مي. اوكي. اكيد بحط مزهر معها هيك نقطه. اوكي. بس الخبريه انه هون بدي استعمل ايدي. في كثير ناس، انا من الناس بحبوا يشتغلوا بايديهم، يعني انا الحامض بفركه بايدي ما بلبس كفوف. اوكي. اكيد بيكونوا ايدي نضاف وكل شيء. ولما بدي احط المي كمان بدي ادعوي كل الحامض مع السكر بالمي كمان بايدي لتفرط. اوكي. وبخليها بالقشره ما بشيل القشره. اوكي. بس
تنقعهم تاني نهار بيكونوا سقعوا ساعتها بتشيلي بتحطي تلج بالكبيه بس بضلوا الحامض مثل ما هن يس ما بت لا 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 ما بهرموا ما بتفرمون ابدا اوكي لكن هيدا بيكون هيك اخذنا ليموناد سبيسيال باي لو غود ديزير من بيت من بيتنا لبيتكم هيك بيكون عندكم كذا روسيت تعملوها وخاصة وأطيب شيء هي اللي هي فريش الفريش يعني أكيد أكيد هيك بتبعدوا عن بتبتعدوا عن كل شيء منزدلوا أشياء ورح أعطيكي كمان روسيت تانية يلا هي هلأ رح يجي المشمش أوكي سو في عصير المشمش أو شراب أوكي. المشمش أوكي وكتير طيب فيها تشتري المدام مشمش تنقول كيلو مشمش بدهم 800 جرام سكر اوكي بتعصر المشمش بتحط له السكر وبتغليه على النار قلبتين ثلاثه يعني كل خبريه بدها شي ربع ساعه اوكي وبتعبيه بالاناناس صار شراب مثل اللي بيعملوا شراب التوت بتعصره عسل مثل وقت يس بتعصره بتعصره كله سوا لتشيل القشره وتخلي بس اللب يعني حلو وشراب طيب. كتير طيب بالصيفية كتير كتير مش شوي أوكي. وأكيد ما بدنا نذكر أنه المشمش عنده فوائد كتير وفيتامينات وكل شيء بحاجة لقاله الجسم موجود تقريبا بالمشمش وكل شيء طيب أكيد بيكون صحي وبيكون مفيد للجسم وخاصة إذا كان من الضياع بقى تفضلوا طلعوا شوي out of the box محل ما نحن كل يوم عايشين على الجبال يلي عن جد عمران السنة وإن شاء الله أهم شيء يكون عنا صيفية آمنة لكل الناس يلي موجودة والحلو رنا أنه لازم الواحد لما بيطلع على جبل مثلا تنقول طلع على حصرون يشوف ولاد المنطقة شو بيعملوا وشو بيعملوا يعني لأنه موجودين كل الفستيفالات عندها شيء سبيسياليتي تبعيتها صح. فيجربوا ما يخافوا مثلا إذا طلعوا على حصرون مشهورة حصرون بالجبنة الدرفية مثلا يأكلوا جبنة درفية يدوقوا يعني ما يخافوا بالعكس لازم يدوقوا كل ضيعة شو عندها تراديسيون بالكوزين تبعها ويجربوا وما يخافوا لأنه كل الأكل موجود بلبنان بالجبال كتير طيب وكتير صحي صحيح شكرا لك خليل لكل المناسبات إذا ما إلكم جلد لا تطبخوا ولا تحضروا بتتصلوا ب لوغو دي ديزير خليل على الرقم 03-947-996 أوكي وأكيد كل شيء بيكون حاضر وجاهز لكل مناسباتكم شكرا لك خليل على هالحلقة بكرة حلقة جديدة مرسي يا زكريا بيوتي سبوت سالون شرب الشلالة ومحلات هاريز بلو ما تنسوا تعملونا فولو على انستغرام فيسبوك وترجعوا تحضروا كل حلقاتنا على يوتيوب شانل إلى اللقاء